السلام عليكم. هل أنت شاب فقدت الأمل في تغيير وضعك المزري؟ هل أنت رجل ذا مؤهل عالي وتريد السفر؟ ولكن هل أنت شاب عربي يمني سوري عراقي عصفت بك الحياة ومزقتك وجعلتك مجرد شيء لا يقدم ولا يؤخر في هذه الحياة؟ السفر عن طريق التعرف على أجنبيات من الفيسبوك. أنا الدكتور يوسف العلفي أحييكم أيها المعذبون وأعدكم أن نغير هذه الصورة القاتمة. ولكن قبل ذلك، إذا كانت هذه هي أول زيارة لي، لطفا اضغط زر الجرس والاشتراك والإعجاب دعما للقناة، لنبحث أيها الإخوة معا عن حل مرضي قد يقود إلى النجاح بعيدا عن الفشل. أتذكر قبل فترة ليست بالبعيدة أنني مررت بتجربة شخصية كان لها صداها إلى اليوم، حيث أنه كان يجول بخاطري دائما أن أتعرف على أجنبية بغرض التعرف على حضارة جديدة، وأيضا للقيام بإيصال نموذج عن الحضارة الإسلامية. وفعلا تم ذلك، وتعرفت على فتاة أمريكية وكان اسمها سيلينا، وكانت طبيبة أسنان. وبمرور الأيام زاد التعارف وزادت الثقة، وكنا نقضي وقتا طويلا في الحوارات العامة، وتطورت العلاقة إلى حب. وما لبثت سيلينا الكثير لتعرض علي السفر لأمريكا والحياة هناك، وكانت مفاجأة لي هذه الفكرة. المهم، الشاهد من هذه القصة هو انتشار ظاهرة البحث عن نساء أجنبيات وإقامة علاقات عبر الفيسبوك بغرض الزواج أو المساعدة في السفر إلى بلدها، حيث يكتظ اليوتيوب هذه الأيام بعدد من الفيديوهات الذي تحث الشباب على التعرف على نساء أجنبيات وإيقاعهن في الحب ومن ثم الزواج والسفر وأخذ الجنسية. ولا يخفى عليكم أيها الإخوة أن الزواج يعطيك الإقامة وكذلك الجنسية في أي بلد، سواء كان في أوروبا، أمريكا، كندا، برازيل، أي بلد، وبدون أن تخسر ريالا واحدا، وبدون أن تعرض نفسك للخطر في التهريب، وبعيدا عن الحصار والتشديد القائم على اللاجئين من دخول أوروبا. طيب، من هم الأشخاص الأكثر حظا ونجاحا لهذه الطريقة؟ الشباب الوسيمين اللبقين المثقفين المؤهلات العالية الأغنياء وأيضا الفقراء، هؤلاء هم الأشخاص الأكثر حظا. لو سألني أحدهم هل ستكون اللغة عائقا، سوف أقول له بوجود عدد كبير من برامج الترجمة الفورية للمحادثات الأمور ستصبح سهلة، بالإضافة إلى أنه بإمكانك ضبط ترجمة صفحة الفيسبوك الخاصة بك أوتوماتيكيا. ولو سألني أحدهم أيضا هل هذه الطريقة جائزة شرعا، سأقول له إنما الأعمال بالنيات، فإن كنت صادقا في الزواج منها فإنك بهذا تكون قد أسعدتها وأسعدت نفسك وأسعدت أهلك كذلك. ولا بأس أن يكون زواج مصلحة، فالمجتمعات العربية عموما 90% من الزواجات أساسها المصلحة، لذلك العائلات الكبيرة تتزوج من العائلات الكبيرة وكذلك أصحاب المؤهلات العالية. وطالما أن هذه النساء ليست مسلمة، وطالما أنك ماشي معها بما يرضي الله ونيتك بس هي الاستفادة منها بإرادتها وليس بخداعها، وما يدريك فقد تكون سببا لاعتناقها الإسلام، وبهذا تكون قد غيرت حياتك 180 درجة إلى الأفضل. سيأتي أحدهم أيضا ويسألني ما هي الطريقة لكسب ود الأجنبيات. أولا يجب أن تحدد ما هو الهدف من هذه العلاقة، فإذا كان الهدف هو الزواج فيجب أن تصيغ رسالة باللغة الإنجليزية عبر أحد البرامج الترجمة الفورية التي ترونها أمامكم وتعمل لها نسخ، ثم بعد ذلك تدخل صفحتك على الفيسبوك وتبحث عن أكبر الجروبات الأمريكية أو الكندية أو الهولندية أو أي بلد كان. مثلا سوف نبحث عن الجروبات الخاصة بالزواج مثلا في كندا أو أمريكا، أو نبحث عن جروبات الأزياء وما إلى ذلك. وبعد أن نفتح الجروب سوف نشاهد عدد التعليقات في هذا الجروب، ونبدأ نبحث في التعليقات هذه عن المرأة التي تناسبك، حيث أنه سيكون لديك خيارات كثيرة وتستطيع اختيار أي تعليق لأي امرأة، وتحاول ترجمة هذا التعليق
لكي تستطيع أن تعرف كيف تبدأ معها الحوار الأول. فمثلا سنبحث عن American Got Talent 2021. سوف تدخل هذا الجروب، وهي جروبات كثيرة، سوف نرى هذا الجروب ونشوف آخر بوست نزل في الجروب، ثم بعد ذلك نشوف عدد التعليقات سنراها، مثلا هذا 73 مناسب. سوف نفتح التعليقات ونبحث عن المرأة التي نريدها، ونجد هذه واحدة اسمها ديان، وقد علقت قائلة جميل جدا بالعربي، لم أنت طبعا سوف تضغط على صورتها لكي تفتح صفحتها في الفيسبوك، لن نطلب منها طلب صداقة، بل سنبعث لها الرسالة، سوف نبعث لها برسالة. كيف ذلك؟ أولا سوف نذهب إلى المترجم، ونكتب مثلا لقد أعجبني تعليقك في جروب American Got Talent 2021، ويسعدني أن نصبح أصدقاء، وننتظر حتى ترد عليه. ويوجد الكثير من النساء التي تكتب تعليقات، فهنا لاحظوا معي، هنا ويندي، وكذلك هنا أيضا كذلك جوي، وهنا كذلك إيرين. المهم يجب عليك أن تحذر ولا تدخل في صب الطلبات عليها من أول وهلة، يجب عليك أن تصبر حتى تستطيع أن تكون علاقة قوية وثقة بينك أنت وهي، وبعد ذلك تستطيع أن تملي عليها طلباتك وتجرب. نصائح تساعد على نجاح هذه التجربة: يجب أن تكون صادقا، يستحسن أن تتعامل مع نساء أكبر منك بعشر سنين أو بخمستعشر سنة، فالمعروف عن النساء الأجنبيات وخاصة الأمريكيات أنهن لا يتزوجن في سن الشباب. ثلاثة، لا تكن مخادعا أو غير مؤدبا، بل كن خير نموذج لأمتك الإسلامية وانقل لهم أخلاقك الإسلامية. ثانيا، إذا كان الغرض مساعدة مالية فيوجد جروبات خاصة بمساعدة اللاجئين، بإمكانك أن تكتب على المترجم وثم تذهب للبحث في الفيسبوك، ستجد هذه المواقع أمامك بشكل كبير وفي كل دولة، وبهذا تستطيع عرض مشكلتك وقد تجد من يساعدك. في الأخير أتمنى أن لا يسيء ظن هذه الحلقة